يقول السائل دخل من الحجر في أثناء الطواف من الحجر دخل من الحجر في أثناء الطواف فذهب إلى بلده ولم يعرف فما حكم هذه العمرة ولم يدري ما تمت عمرته إذا كان دخل بعض الأشواط من الحجر. الحجر من الكعبة، الحجر من الكعبة ممنوع الطواف من داخل الحجر، فإذا كان كذلك فهو لم يؤدي العمرة، عليه أنه يرجع يعيد ملابس الإحرام عليه ويرجع ويؤدي العمرة، لأنه ما زال محرما بالعمرة ولم يتحلل منها. نعم.